شبح حمى الضنك والكوليرا يعودان من جديد، ولكن هذه المرة في مديرة الحبلين في محافظة لحج، حيث يحصدان أرواح المصابين بالوباء كحال هذه الأسرة التي اختطفت منها الطفلة هديل ذو 7 أشهر. سعفنا إلى المستشفى، وبعدها في ورم كذا غريب في الانتفاخ في البطن، يعني خلال بعد ساعة أو ساعتين كذا لاحظنا أن في نزيف يخرج في الفم. أنا نص ساعة كذا بعدها وأنها توفت مباشرة علينا، حتى ما استطعنا أن نسعفها إلى عدن. تردي الخدمات الطبية في المديرية يزيد صعوبة، خصوصا مع تراجع الخدمات في مستشفى ردفان العام، حيث يواجه تحديات كبيرة جراء ازدياد حالات تدفق المصابين بمرض الكوليرا ووباء حمى الضنك في ظل نقص الكادر الطبي والملتزمات الصحية. خلال فترة الشهرين هذا الماضي نستقبل في اليوم الواحد ما بين 200 إلى 300 حالة، يعني مختلف الحالات، و 150 حالة منها ضنك، وأيضا في حالة إسهالات لا زالت مستمرة للإسهالات، واليوم ما بين 10 إلى 15 حالة إسهالات. يصف البعض هنا الحالة الصحية المتردية بالكارثية، كون الوضع الطبي لا يحظى بأي اهتمام في المحافظة سوى بتلك المحاولات التي نفذها مكتب الصحة العامة وسكان والسلطة المحلية بالمديرية من خلال تنفيذ حملة الرش الضبابي، والتي تستمر لمدة 6 أيام وتستهدف أكثر من 65,000 نسمة. كما نتقدم إلى بعض المنظمات الدولية الداعمة بالنزول أو بمدنا بيد العون العاجلة بالعلاجات والرش الضبابي. نحن نحتاج أكثر من حملة، لأن مدينة كبيرة جدا وسكانها لا يتجاوز 95,000 نسمة من غير القرى المجاورة، ونحن بحاجة لا تكون هذا ليس لأسبوع فقط، أن تكون بصورة مستمرة حتى إنهاء على المرض الموجود في المدينة. استمرار الوضع على هذه الحالة قد يضعف من انتشار الأوبئة في مديرية الحبلين، خاصة بعد تجاهل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وغياب دور المنظمات المعنية بالمساهمة بالحد من الأوبئة والأمراض التي حصدت ما يقارب 20 مواطن توفوا خلال الفترة القصيرة الماضية جراء إصابتهم بوباء الكوليرا ومرض حمى الضنك. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.